يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. تاني أيام عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير، والشعب المصري شعب كريم وشعب يستاهل كل الخير. النهاردة مع بعض زي في رمضان ما سبناكمش، كنا معاكم خطوة خطوة. احنا برضو في أجازة العيد عارفين ان احنا قاعدين في البيت بنعيد، وعايزين برضو نعمل حاجات حلوة وسهلة، وخارجين من رمضان من المسمن والمحمر والمشمر والحاجات اللي خلت لنا أوزاننا تقلت. فتعالوا مع بعض هنعمل ايه النهاردة. معانا حتة لحمة من الأنتر كوت جميلة جدا، حتة عزيزة كده في الدبيحة سواء العجل أو الخروف، هنعملها مع بعض النهاردة مشوية مع الأعشاب. هنشوف نشويها ازاي مع بعض، ومتبقاش حلوة غير لما تاخد مكعب زبدة كده لطيف وحلو واخد الفليفر بتاع الروزماري مع الزعتر، ونشوف هنقدمها لحضراتكم ازاي. معانا طاجن تورلي النهاردة، وحقوق الطبع لدينا وبس، كلنا بنعمل التورلي، بس ان احنا نعمله بدون لحمة وفراخ عملناه، بس انا هعمله النهارده بالبيستو صوص. ايه هو البيستو صوص ده؟ ريحان اخضر واخد لوز او عين جمل او صنوبر، اي نوع من المكسرات غالي شويه، مع عين جمل وتوم. فالخضار بتاعي هنا هيتعمل مع البيستو صوص، طاجن تورلي جميل جدا ده في ايام العيد وفي اجازه العيد، حاجه لطيفه وجميله، وفرصه ان احنا نبعد عن اللحوم شويه والفراخ شويه. معانا مافن النهارده بالبرتقال، كلنا عارفين البرتقال فيتامين سي، والاطفال الحلوين ممكن الكحك شويه فيه دسامه، واحنا بناكل كحك برضو معانا الكحك في العيد زي ما حضراتكم شايفين معانا ايام العيد كلها. حابب اعمل حلو طفولي كده لطيف اسمه مافن البرتقال بطريقه الخاصه، هنقدمه لحضراتكم النهارده، وحاجه جنب كحك العيد، حاجه جميله زي الفل. طيب السلطه بتاعت النهارده حابب ان هي تكون كمان قيمتها الغذائيه وتساعد على تخليص الجسم من الكوليسترول والدهون. ايه اللي ممكن تكون طبق سلطه؟ هعمل سلطه الخس بخل التفاح. خل التفاح وخل البلسمك الاثنين واحد في الطعم، هياخدوا عصير ليمون وزيت زيتون، والسلطه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا وليها فايده اللي هي بتخلص الجسم من الكوليسترول والدهون. خلينا نشوف حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها كمان اكل صحي تختار تاكل اللي انت حباه من على السفره بتاعتك. وعيد سعيد علينا وعلى كل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. اوعوا تروحوا بعيد تاني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتفاصيل عندنا كالعادة على شاشة القناة الأولى مع بعض النهاردة مع تاني أيام العيد. مطلوب مني وواجب عليا وليكن فرض كمان إن أنا طالعين من رمضان، كل سنة وحضراتكم بخير، أكلنا حاجات كتيرة فيها دسامة، حلويات، سكريات كتيرة، طواجن، ما سبناش حاجة غير لما عملناها مع بعض. حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ مش سامع؟ لا سامع كده. تعالوا مع بعض نعمل طاجن تورل النهاردة. في جزر وفي كوسه وفي بطاطس وفي هريسه حمراء اللي هي الفليفله الحلوه، وفي لفته جماليه وفنيه طهويه من الشيف المغازي، لا هو لحمه ولا فراخ، هنعمله مع البيستو صوص. كلنا عارفين البيستو صوص عباره عن لوز بياخد ريحان وياخد توم وياخد زيت زيتون وينضرب في الكبه، وهو ده يبقى عندك برطمان في الثلاجه. طبق باستا تعمليه بيه، طبق ستيك مشوي، بيكاتا، تورلي زي ما عملوا النهارده، حاجه جميله وزي الفل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقاديره يا استاذ رحاب، معانا بطاطس، معانا كوسه، معانا جزر، معانا تشكيله من الفلفل، معانا هريسه حمراء حلوه، معانا شويه روزماري على زعتر، معانا كمان معلقه من زيت الزيتون او السمنه زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. والبيستو صوص عباره عن ريحان اخضر ولوز او عين جمل اللي موجود عندك مفيش مشكله، وطبعا بياخد كمان زيت زيتون مع قليل من الملح حسب الرغبه. دي المقادير اللي موجوده على الشاشه، نقدر ان احنا نكتبها مع ورا بعض على ما نقطع الخضار مع بعض كده، ونشوف تقطيع الخضار ازاي هنقدمه لحضراتكم واحده واحده مع بعض. الخضار ممكن ما يقتصرش على الجزر والكوسه بس، ممكن تحط خضار اللي انت حباه كتير قوي على فكره،
ممكن تحط بتنجان، تحط قلقاس، اللي انت حباه. بطاطس هتقطع بالشكل ده كده، حلو. لازم تقطيعة الخضار يبقى برضو فيها ناحية فنية شوية، يعني كله يستوي مع بعضه. ما ينفعش ان انا اقطع مثلا الكوسة بحجم كبير والبطاطس بحجم صغير، اهو كده. اللهم صل على النبي. شوية بطاطس حلوين. البطاطس على فكرة لما بتكون جوه الطرل ما فيش منها مشكلة خالص، عشان برضو اللي يقولك ايه انا مش هاكل بطاطس، البطاطس مليانة، لا خالص، البطاطس بريئة، والرز المصري بتاعنا بريء من اي سمنة. على الاقل اللي بقول الكلام ده ومسؤول عنه. يعني ايه يا عم الشيف وضح؟ يعني البطاطس طالما كلتيها مسلوقة، كلتيها مشوية، مفيش مشكلة، انما تاكليها مقلية في الزيت المشكلة بتيجي من قليتها في الزيت، خلي بالك. دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايز اوضحها برضو مهمة، الرز المصري بتاعنا رز بريء. الرز ده عبارة عن رز فيه كربوهيدرات وفيه نشويات. احنا بقى بنعمل فيه ايه؟ بنديله بقى سمنة بلدي وقشطة في الرز المعمر، او بنعمل رز بالخلطة سمنة بلدي، الجو ده كله. فطبعا ده ايه؟ البطاطس هيك. التحميرة دي مهمة زي الفل. والبطاطس بتتحمر اللي هي تاخد وقت كبير شوية، بنزل عليها ببصلية حلوة. شفت طريقة عمل الطرلي؟ بصل زي ده كده ينزل، بصلية ناعمة بتدي طعم. معانا توم يا عم الشيف، ومعانا بصل سليم كمان بيتقطع في قلبيها زي الفل. بصل مفيد على فكرة جدا، مفيش منه مشاكل خالص. يبقى الطرلي فيه بصل كده. اهتم شوية بتقطيعة الخضار. معانا كمان جزر اهوت زي الفل. التقطيعة دي مهمة، نقطعها نصين كده. خلي بالك الجزر ده لازم انك انت تأسسيه في التقطيعة. يعني ايه يا شيف؟ يعني ما ينفعش انك انت تقطعي الجزراية وهي بشكل دائري، عشان ممكن تعورك السكينة. الحاجات ديت مطلوبة خاصة للمبتدئين في المطبخ. بالشكل ده كده، ونيجي هنا نقطعها كده واحدة واحدة مع بعض. نصين كده، نفس القصة كده. والجزر معانا كمان ينزل في قلب الخضار. أي خضرة عندك حطيها. تورلي ده طبق ممكن نعمله باللحمة، نعمله بالفراخ، نعمله بداود باشا، زي ما أنت عايز. نقلب دول كده وأنا شغال كده واحد واحد. معانا الكوسة بتاعتنا زي الفل. كوسة تجيبيها كبيرة تجيبيها صغيرة، الكوسة لما تيجي هتقطعيها غير إنك أنت تشتريها في الحشو. الحشو طبعا لازم تكون كلها شكل واحد. ادي الكوسه كمان بنزل بقى بالشكل ده كده، نفس القصه ونفس الموضوع. حلو. جالنا دلوقتي سؤال من الكنترول، شيف مغازي الرنجه امبارح والفسيخ بتاعك كان حلو، كسر الدنيا على السوشيال ميديا. كنا عاملين امبارح حلقه فسيخ ورنجه، كان مهرجان رنجه امبارح. ففي تفاصيل شويه عن حواوش الرنجه. بيسألوا انت عملته بالعيش الشام، ينفع نعمله بالعيش البلدي؟ ينفع بالعيش البلدي. العيش البلدي بتاع الطابونه او بتاع اللي احنا بنشتريه، ممكن نعمل بيه الحواوشي اللي عملناه امبارح. بتجيب الرنجه تاني، علشان اللي بيسأل على السوشيال ميديا، نخلي الرنجه، ناخد اللحم بتاعها نقطعه صغير مع بصله ناعمه، مع قرن فلفل حار، مع معلقه فلفله حلوه كده زي الفل، خليها سبايسي شويه اللي هو المحرمش، تحط شويه زيت زيتون. ايه التركايه بتاعت الشيف المغازي؟ حطيت معلقتين من الزبده جوه الرنجه، الله عليك يا عم الشيف، وجبت العيش البلدي، كان معايا عيش شام امبارح، انت تجيب العيش اللي انت حباه وتحطي قلب الرنجه فيه وتحطيها على الجريله او على الطاسه يتحمر ويبقى معاك زي الفل. معايا فلفل احمر كده زي الفل اهوت، باخدها كمان. الفلفلايه دي حلوه اهوت. انا مش عايز اعمل الطرلي بالطماطم صراحه، انا عايز اكتفي بس بالايه؟ بالخضار. مش عايز احط صوص طماطم او طماطم معصوره في الخلاط. اعلل ولماذا؟ الطماطم لما بنحطها مع تشكيلة خضار حلوة زي كده، الكاميرا بتحبها لأن بتبان التفاصيل بتاع الخضار على الشاشة، بيعمل بيداري الشكل بتاع الخضار. فأنا خلينا نكتفي بلون الخضار كده، وأنا حطيت فلفل حلوة. ممكن تقطعي طماطم سليمة وتحطيها، يعني إيه؟ تجيبي طماطم تقطعها مكعبات وتحطيها حسب الرغبة يعني. هنسيب الخضار على النار كده من غير مية، يتشوح كله مع بعضه زي ما هو كده. هنزل عليه بالتوابل. تشكيله الخضار دي حلوه قوي.
اه اللهم صل على النبي. فين المحمر والمشمر؟ كان لسه من اسبوع الشيف المغازي السمبوسه والفول والقطايف الملح كده والفلفل الاسود بتاعنا ده كده، سنه بابريكا، دايما بحب البابريكا دي هاديه مفيش مشكله منها زي الفل. حلو، احط شويه كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي، بينقي الكبد من الدهون الكركم، خلي بالك عايزه تجوده حط شويه كاري مع البيستو ده يدي له طعم حلو. كل التوابل دي يا عم الشيف، كل التوابل دي هنقلبها مع بعضيها. الله، بدات اشم ريحه حلوه. بدات اشم ريحه حلوه. فين يا درش اللوز؟ عايز اللوز وعايز الريحان. حلو، كل ده مع بعضه. حلو قوي. تعالى، في ناقص حاجه هنا بقى، التوم. ننزل بالتوم بتاعنا الحلو ده كده اهو. الله وصل، اللهم صل على النبي. شويه توم حلو كده زي الفل، ما يتحمرش التوم، انا عايزه كده. الطرل ده من غير لا لحمه ولا فراخ، بس اذا عندك شوربه فراخ في الثلاجه او شوربه لحمه في الثلاجه ده ما يمنعش انك انت ايه تستخدميها عادي، ما فيش مشكله. هنبدا نحط السائل بتاعنا، ميه بتغلى على النار او في البراد بتاع الشاي، بس انا اعمل حاجه لطيفه دلوقتي. معايا عود نعناع اخضر حلو كده، يلا هات يا ابني، ندخل دول كلهم مع بعض اهو زي الفل. الميه دي كده هو ده، الغلوه دي مهمه، بس خلاص واقفل النار بتاعتي. طلعنا فاصل يا برنس حبيبي زي ما تحب. الله عليك، الحمد لله على السلامه. حاضر حاضر، نقلب دول كلهم مع بعض. كلت كحك العيد يا شفيق ولا لسه؟ حبيبي، ده انا النهارده عامل لك حلو بقى ايه، هنخرج من جو كحك العيد، مافن البرتقال هيعجبك قوي على فكره. بصراحه الريحه قويه جدا، لا فيها لا فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا داوود باشا، شويه خضار جبتهم من قلب باب الثلاجه، والله ما اشترينا حاجه. تفتح الثلاجه بواقي رمضان، رمضان ده بيخش بالكرم بالزهد والزود، ونلاقي حاجات كتيره في الثلاجه، جبنا الكوسه والجزر والبطاطس وفلفل وكل ده مع بعضه، وقطعناهم في قلب الحله، واضافه الشيف المغازي هنا بقى اهو، ونسيبه يغلى على النار. تعالوا نعمل البيستو صوص مع بعض، دي مهم جدا، لان لما عندك ده برطمان وتخليه في الثلاجه معاك هنا افكار كتير قوي، عايزه تعملي بيكاتا هتعملي، عايزه تعملي باستا هتعملي، كل حاجه حلوه. معانا لوز، يا مزاجك اللوز يا شفيق اهو، كل سنة وانت طيب يا غالي. لوز متقطع ومعاه ريحان اخضر في قلب الكبه اهو، ريحان اخضر ولوز زي الفل اهو. وهنحط توم، توم حلو. عملت ايه تاني؟ لوز وتوم وريحان اخضر حلو، ونحط زيت زيتون مع دول، زيت زيتون اهو بس خلاص، مش هنحط ملح خالص الملح ده حسب الرغبه، تعملي ايه تضيفي الملح اللي انت حباه، اوعى تحط على البيستو صوص وانت بتعمليه ملح. ونقفل كده ونشغل كده. ريحان اخضر اهو اهو، وكلهم مع بعض كده حلو. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ نزود الريحان كمان علشان يبقى لونه اخضر اهو كمان كده. بس خلاص نرفع كده اهو زي الفل. هناخد ده زي ما هو كده، وفي قلب البرطمان هنخليه بوله جنبنا هنا كده، استخداماته كتير قوي. عد على صوابع ايدك العشرة كده وانت معايا، اي طبق مكرونه تحط فيه البيستو صوص هتبقى قيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيد جدا، لان مكوناته توم ولوز وريحان. حلو، هتعملي طبق فراخ بكاتا تحط فيه البيستو صوص، استخداماته كتيره قوي على فكره. هتعملي ستيك مشوي وتحط منه هيبقى لطيف جدا، تعملي مكرونه بشاميل هتبقى لطيفه جدا اهو. تعملي سمك بقى ما اقولكيش، هاتي من عند الجمبري البتر فلاير، تعملي فيليه مشوي مقلي زي ما انت حباه، تحط من الخلطه دي لطيفه جدا اهو. تاخدي معلقتين من دول وتحطهم على مايونيز، وتعملي مايونيز بالبيستو صوص تقدميه مع الاطباق المقليات تبقى لطيفه جدا. كل اللي بقوله ده دي يعني معاك للصبح. هناخد الخضار بتاعنا اللي احنا سويناه هنا بالشكل ده كده، وناخده ونفضيه في الطاجن اللي هيخش الفرن.
انا عايز احط الطاجن ده في الفرن عشان ايه؟ اهو خضار اللهم صل على النبي. اهو هنشيله كده من الشوربه. اهو استوى زي الفل، لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. فين اللحمه يا شيف؟ اكلناها في رمضان. فين الفراخ يا شيف؟ اكلناها في رمضان. احنا بعد رمضان العيد كل سنه وانتم طيبين، معاكم مش سايبينكم في اجازه العيد، ونصايحي ليكم ازاي ان احنا مطبخنا كمان يكون شبه مطبخ صحي، ما بال يكون صحي افضل يعني، علشان نقدر نعمل نصلح اللي احنا عملناه في رمضان. احنا ما عملناش حاجه وحشه يعني عشان نقول نصلح، يعني اكلنا حاجات فيها دسامه وطواجن والحاجات الحلوه اللي حضراتكم عارفينها. ده الصوص هو ده بقى التركايه هنا، بيغلى على النار اهو. شوف التركايه. هاخد البيست صوص بتاعي، شوف بقى هو ده الشغل بقى. ده المطبخ اهو زي ما هو كده اهو. واخد كده ايه معلقه، اوبا زود كمان معلقه، حاضر ولا يهمك اهو. ونقلب. ده هنا ما تقوليش بقى فراخ ولحمه، هنا الموضوع في لوز يعني اوميجا 3، في عين جمل يعني اوميجا 3. عينيا هاخده زي ما هو كده يا عم الشيف، واشيل الحله دي كده سخنه على ايدك يا شيف، عايزينك اهو. ونشيل كل ده كده اهو اهو، هو ده المطبخ اهو. واشيل ده كده زي ما هي، زي ما هي باللي فيها باللي فيها باللي فيها. اللهم صل على النبي. اهو اهو دي حقوق الطبع لدينا وبس. هيخش الفرن، والله العظيم احلى من الديك الروم على السفره. اهو زي الفل يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي 180، هدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. اهو ايه اخبار الفرن؟ اهو جاهز. اهو يلا سخنه مش سخنه، اشيلها كده زي ما هي اهي 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 زي ما هي كده. ايه رايك يا شفيق؟ راح على الفرن اهي معايا. فرسان التلفزيون المصري. التفاصيل من داخل الفرن، ولكن الفرن فيه عناصر غذائيه كتيره قوي، بدءا من الكوسه والجزر والبطاطس والفلفل الالوان، بيغلفهم قيمه غذائيه عاليه جدا من البيستو صوص. السفره بتاعت النهارده في تاني ايام العيد، كل عام وحضراتكم بخير. كنت حريص كل الحرص ان انا احط قدامي كده هدف بعد العيد، زي ما احنا مع بعض كده في اجازه العيد، كنت حريص ان احنا نكون مع بعض. كنا في رمضان خطوه خطوه، في العيد كمان نقدر ان احنا نتخلص من الدهون اللي كناها والحاجات الدسمه. عملت طاجن تورلي جميل جدا، هو سيد السفره، في كل الخضروات مع البيستو صوص يعني اوميجا 3، مع عين الجمل او اللوز مطحون طبعا مع الريحان والثوم. عملنا حته لحمه مشويه اللي هي الانتر كوت، جميله جدا، حته لحمه ملبسه حلو مستويه، واخده صوص لطيف وحلو بخل البلسمك مع المستارده صوص والهريسه اللي هي الفلفله الحلوه الطابع الشرقي فيها. معانا مافن جميل جدا بالبرتقال، انا شخصيا بعشقه، ده مع كوبايه القهوه وكوبايه الشاي خلص الكلام. معانا سلطه جميله تتحدث عن نفسها، لوحه فنيه عباره عن خس كابوتشا وخس بلدي، بياخد الخل التفاح مع الصوص اللي انا عملته، وكمان زيناها بالجزر والفجل الاحمر بتاعنا الجميل. رؤية فن إبداع. كل عام وحضراتكم بخير، والشعب المصري الشعب الأصيل بخير وسلام يا رب وإيد واحدة، وكل سنة وأنتم طيبين. وبكرة إن شاء الله برضو لنا مفاجآت مع العيد. كل سنة وأنتم طيبين، شكراً.